مشاهدينا الأحبة، رجعنا وياكم من بعد الفاصل. حاليا نورنا داخل الاستوديو حيدر عادل مربي أسماك. صباح الخير. صباح الخير يا حيدر. صباح الخير، نورتنا. حيدر، يعني نحب نعرف أنت ليش تخصصت تربية الأسماك بالذات، يعني مو مثل أكو قسم الحيوانات البرية، أكو قسم يتخصصون بالحيوانات كلها وحتى الأسماك، أنت ليش بالذات اختاريت الأسماك؟ شوف، هي الأسماك كبداية يعني هواية بدأت عندي وقامت تتطور، يعني يمكن تربيتها غادي لها فد اهتمام خاص، فظليت يعني اتعمق بالموضوع مالتها، وراها صارت يعني مهنه لي تربيه الاسماك. باقي الحيوانات ممكن يعني يحتاج لين اماكن حديقه او شيء يلا يتربن، بس الاسماك لا، ممكن تخليه باي مكان بالبيت او غرفه زايده الاحواض مالتهن. فتربيتهن سهله تكون. طيب حيدر، حسب معلومتي انه انت مو من هواه الاسماك ومو من الاشخاص اللي يحب يعني كان انه يهوى مستقبل انه يربي الاسماك، شلون هو اني هسه جاي اشوف هذا السؤال، ليش يعني اختصيت مؤخرا تربيه الاسماك؟ والله شوف، يعني طرفه يعني انه اخويا كان جاب حوض للبيت، وحتى انا اول ما جابه قلدت عليه، يعني الحوض ما عجبني وريحه وهاي، بس همله اي، فمن همله انقهرت عليهن، يعني فظليت انه انا انظفهن اداريهن، فشوي شوي اجيب لهن شغلات. زاد حبك للاسماك؟ افوت اقرب الانترنت عليهم، وتطور الموضوع من حوض واحد صار عندي 20 حوض بالبيت. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب يعني هذه الاحواض ال 20 حوض بالبيت، يعني انت تتاجر بهم لو فقط انه هي احواض؟ هو صار يعني قمت اعرف شلون اكاثرهن، من اكاثرهن نبيع افراخ نكبرهن ونبيعهن هيك، لان الانتاج العراقي مال الاسماك الزينه يكون مرغوب. ليش؟ لان متعلم على ميناء ويصير اقوى من المستورد. طيب يعني تربيه الاسماك تختلف عن تربيه الحيوانات الاعتياديه؟ هواية أكيد، بس نريد نعرف شلون. الأسماك ممكن غلطة واحدة يموتن كلهن. حيوانات لا. كيف يعني؟ شلون غلطة يعني؟ يعني إذا خليتي بدلتي المي 100% مالته يموت، مو لأن هذا الكلور مادة قاتلة به، يسد الغلاصة مال الأسماك وتموت. أكو بعض الأشخاص إنه يطلعون يجيبون حوض صغير ويحطون الأسماك فيه ويبدلون المي بالكامل ويرجع مجددا يحط الأسماك بالحوض، يعني هاي تأثيرها السلبي راح يكون؟ هو طبعا سلبي، بس من يبدلون المي كله اكو ماده يسموها انتي كلور، يديرون منها ورا نص ساعه يرجعون الاسماك، ممكن الكلور ما يأثر. بس احنا هسه بالجديد يعني السمك الهوايه تطورت كلش، فلغت موضوع انه يبدلون المي 100%، لان انت من بدلت المي كله غيرت بيئته بالكامل، فممكن يموت يتأذى، فاحنا نسميه تبديل دوري للمياه، كل اسبوع نبدل ربع المي ونغسل الفلاتر، نطفي الإضاءة مع الحوض وما يصير الحوض معرض ضوء الشمس، لأن أي إضاءة قوية تسوي طحالب، طحالب يعني حتضيع جمالية المي والحوض. يعني طيب أنا ألاحظ ببعض الأحواض أكو يحطون ماطور يدور المي، يعني شنو وظيفة هذا الماطور؟ ما يأثر على الأسماك؟ ممكن إنه سمكة تدخل بداخل الماطور تموت أو شيء؟ لا بالتالي هو ديت فعلا الماطور يعني نرى. لا أكو والله سمكة تدخل، أنا شايفة. لا هم أكو يسحب اللي يسموه فلتر. ترى عندي معلومات. فلتر هذا يسموه، هذا وظيفته انه يفلتر المي، ينظفه من الفضلات من الشوائب، والماطور اذا قصدك هو الاكسجين، يعني السمك يتنفس الهواء مذاب في الماء فيحتاج اكسجين حتى يظل عايش، فالماطور رئيسي يعني. طبعا الماطور، التدفئه مال الحوض. طيب حيدر، اسماك الزينه هم لها عمر محدد تعيش به؟ شوف الشغله الوحيده، اسماك الزينه هي ما بيها يعني ما تقيس على حجمها العمر. السمكة إذا داريتها صح وطيتها أعلاف صحيحة تكبر بوقت قصير، وإذا أكو السمك يعني إنه ما تداري يمكن سنتين ويظل على نفس حجمه، بس هي أعمار السمك يعني أغلب شيء يعني يوصل للعشر سنين، يعني هاي السمك القوي كلش، بس 4-5 سنين هذا متوسط أعمارهم، يعني حجمه يكبر مرور الوقت لو يبقى على طبيعته. تكبير الأسماك يعتمد على المدارة مالتهم. أها جيد. طيب حابة أعرف إنه يعني الاسماك بانواعها، اسماك الزينه فقط، نعم، ممكن انه انت تخلي بحوض واحد مجموعه من انواع الاسماك لو ما يصير؟ شوف، هو الاسماك تتقسم كذا اقسام، وحشي واليف ومشاكس. طبعا وحشي، احنا نقول وحشي مو معناته انه يؤذي البشر او خطر على البشر، لا، اذا خليتي ويا اليفات ممكن ياكلهن او يضرهن. بس شكلها زينه، شكلها حلو. طبعا شكلها مو زينه. الاسماك الزينه يعني الحوض لازم بنوع واحد او اكثر؟ لا، من الاليف يتخلى ويا الاليف. الوحشي ويا الوحشي، بس لازم احجام متقاربه، ما يصير سمكه كلش كبيره واحده صغيره لان تاذيها. يعني الكبيره ممكن ان تاكل تاكلها؟ اي ممكن. اكو سمك القرش، يعني انا شفت ذيك مره بالمعرض
اسماك قرش صغار يكون. وهذا مو قرش حقيقي، هذا شبيه القرش، لان اسماك القرش حقيقيه تعيش بالبحر. زين ليش اطلقوا عليه اسم القرش؟ يعني لان هو شبيه له نفس السباحه مالته فيسموه اسماك القرش. طيب حيدر، وجبات السمك اكو بعض المربين يقولون انه كل اسبوع مره او كل يومين مره. الاكل قصدك؟ شوف احنا من يجونا زبائن نقول لهم باليوم مره الاكل، لان السمك كل ما تقلل كميات اكله يظل يعيش اكثر عندك، بس اذا تنيتك تكبير او تكاثر لازم باليوم ثلاث الى اربع مرات اكل. طيب هو لازم يوميا مره. طيب هذا يعني كثره الاكل ما ياثر على السمكه؟ طبعا انا اعرف انه السمكه من تزيد بالاكل يعني تموت. اي طبعا، لان الاكل يظل بالمي ويتحلل بالمي ويتاذى السمك. طيب شنو الاضرار اللي ممكن انه هي تموت السمكه، يعني سمك اسماك الزينه بالحوض؟ اذا اكو سبلت او المكان كلش بارد وما خلي الهيتر يموت، اذا بدلت المي كله يموت. وحتى اكو حالات يعني اذا الاطفال يفززوا السمك يعني بصوره مفاجئه هم خطر عليه ويموت. راح طيب نحكي على هاي الحالات، نغم لك طيب فاصل. قبل لا ناخذ الفاصل اريد اعرف اذا يعني اذا ماكو سبلت واحنا اجواءنا ما شاء الله يعني حاره، زين شلون الناس تموت من الحراره مود السمك لا يبرد؟ لا بس اكو جهاز ظروف ملائمه يعني يدفي المي. لازم يكون بالحاره يدفي المي. اوكي طعفه. اذا احبتي المشاهدين فاصل قصير وبعدين نرجع نواصل حلقتنا. بكم Thank you.
أحبتي المشاهدين، بالتأكيد بعدنا مستمرين مشوار حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا المميز حيدر عادل. صباح الخير وأهلا بك مرة ثانية. حيدر، كيفية زرع الأحواض وما هي المواد اللي توضع فيها؟ شوف، زراعة الأحواض السهايم شغلة جديدة نزلت عندنا، يعني صار لها سنتين أو ثلاثة. أكو مادة يسموها التربة مع المي، هاي التربة تخلي ارتفاع 5 سنتيمتر بالحوض، وتشتري البذور متوفر، يمكن الكيس مال البذور ب2000 دينار، شيء رخيص، وتنثره على التربة. فلازم شلون حتى البذور يعني شلون تجذر بالتربة، لازم يصير العفو تخلي نايلون على الحوض حتى يصير العفو الظروف اللي نقول شلون بخار يصير داخل الحوض، عرفت؟ بخار التربة، بخار هو هذا اللي يخلي البذور تجذر بالتربة. فثلاث ايام انه حتبدي تطلع. طيب، يعني كان قبل يخلون النباتات اعتقد الصناعية، لحد هسه يخلوها لحد الان، اي ما بيها مضار. يعني هذه الزينه والاشكال اللي نشوفها بالاحواض هذه كلها صناعيه؟ اي نعم، اكو اصطناعي واكو طبيعي. يعني طيب، الفرق يعني الجو الملائم للسمكه، الفرق بين الطبيعي والاصطناعي شلون يكون؟ شوفي، هي هاي الاسماك اللي تجينا ترى ما تجينا من انهار، تجي من احواض زجاجيه. لا بيها زرع لا بيها امور، فهي ما تاثر عليها، يعني مجرد جماليه تضيفين زرع اصطناعي او طبيعي لا اكثر، مجرد جماليه. طيب حيدر، دائما نلاحظ بالاحواض وضوء النجوم الصناعيه ومحار البحر، شنو هاي الفائده من هذول؟ لو فقط للزينه لا اكثر؟ لا، هو فقط للزينه يعني ديكور فقط للاحواض. حتى هذا الخشب، هذا الخشب ممكن نوعيه او نوعيتين تستفاد منه، لان هو شويه يرفع الحموضه بالمي هيك شيء يعني. يعني تحاولون بكل الطرق ان انتم يعني توفرون الاجواء الملائمه مع البحر او مع المي للاسماك. طيب، اريد اعرف، اكو هسه بالجديد نشوف السلحفات هذه الصغيره، هذه ممكن نحن نضيفها ويا الاسماك؟ هاي ما يصير تخليها ويا الاسماك، ليش؟ لان هاي برمائيه، ما تعيش بس بالمي ولا تعيش برا. صح. فالحوض مالتها او المكان لازم توفري له مكان انه يدخل للمي وتصعد للبر يعني براحتها، يعني ما يسوي الاسماك وهو واي يخلوها ويا الاسماك، بس هي غلط، هاي المعلومه غلط. طيب، متواصلين ياك حيدر لكن فاصل. اذا احبتي المشاهدين، فاصل قصير وبعد نرجع نكمل مشوار حلقتنا ويانا. مشاهدينا الأحبة، بعدنا مستمرين وياكم مع ضيفنا حيدر عادل. نورتنا من جديد حيدر. أشكرك. دائما نورنا حيدر. طيب حيدر، أكو أنواع من الأسماك كثيرة، إحنا نريد نعرف أغلى نوع من الأسماك وحجمها يكون كبير ولا صغير؟ هو أغلى نوع اللي اسمها أسماك الديسكاس، هاي يوصل الزوج مالتها النقي للعراق 250,000 أو 200,000، بس الاصغر يصير ارخص، حجمها تقريبا 12-13 سنتيمتر، يصير شكلها دائري. وهذه زينه، يعني عادي تنحط مع الاسماك الاخرى لو لا؟ شوف، هاي عنايتها تكون شويه صعبه. يعني واحد اللي يكون متمرس ويعرف شلون يداريها يلا تعيش، لان ما تعيش بالمي نقول البوري مالتنا، المي البوري املاح عاليه، فلازم مي الطاله يعني نسميه الارو احنا، ويضيفوا له املاح خاصه يوفر له بيئه صحيحه، وعندنا بالعراق حتى ديكاثرو قاموا بالجديد. طيب حيدر، الظروف الملائمه لتكاثر الاسماك او تهجينها مثل ما احنا نقول، اكو اسماك مهجنه؟ اكو هوايه طبعا، هو التهجين بالاسماك اكثر شيء يصير. والظروف الملائمه حتى يتكاثر، انت ما عندك نهر حتى تنتظر الظروف، انت تقدر توفر له الظروف من خلال الهيتر. وشوكت يتكاثر السمك من ترتفع الحراره، تصير 26 أو 28، ترفع هاي الحراره وتختار نثيه او فحل مال اسماك تقدر تكاثر، تجمعهم بحوض واحد، حوض واحد. وانواع، مو كل نوع من السمك له طريقه خاصه، اكو انواع حتى ممكن يعصروهم بديهم يطلعون البيض والذكر يطلعون اللقاح ويخلون البيض يعني على صفحه، يعني ما ياثر على السمكه ما تموت او اذا يعني لازم يعني. انه يكون متمرس يعني حتى يعرف يسوي هذا الشيء. طيب حيدر، نصيحتك لمربي الاسماك او اللي يفكرون يعني يشترون السمك ويربوه؟ يعني
دائما أنا أنصح العالم إنه ليس عندهم أحباط أول مرة، يسألون قبل اللي يشترون، ودائما يتأكد من السمك إنه يأخذ نقول نظيف مو مغيض. شلون؟ إنه يشوف سباحته طبيعية من الجامبين، ما بي نقاط سود أو نقاط حمر. والأحسن يعني إذا ممكن يسأل أبو الأسماك يقول له طيهن أكل، لأن السمك من يأكل يعني ما بي أي مشكلة، إذا ما يأكل يعني أكو مشكلة. حيدر شكرا لك، نورتنا وهاي المعلومات القيمة اللي انتطلتنا بيها، أكيد استفادة من عندنا المشاهدين. إذن أحبة المشاهدين متواصلين مشوارنا، لكن بعد هذا الفاصل.